الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، سئلت مرة أخرى عن المريض الذي يفطر في رمضان كيف يصنع، وطلب مني أن أفصل بين المريض الذي مرضه يشفى منه والمريض الذي لا يشفى من مرضه. أنا أقول لكم هذه اجعلوها قاعدة في أذهانكم، كل يوم أفطره المكلف في رمضان لعذر يجب عليه أن يقضيه، هذه قاعدة. أي إنسان مكلف الله تعالى أوجب عليه الصيام في رمضان، فطر شي نهار لأجل عذر لا بد يقضي ذاك النهار، لا بد. واش يخرج الفدية واش ما يخرجهاش؟ يخرج الفدية، الفدية لا تنوب عن الصيام، هذه قاعدة. لكن من طائفة من الناس لا يطلب منها القضاء، شكون هما؟ هما اللي ما باقيش يقدروا يصوموا كاع، لا في رمضان ولا في غير رمضان. شي واحد مابقاش يصوم، مابقاش يقدر يصوم، عنده واحد المرض مزمن، وهذاك المرض المزمن هو الصيام، ما يمكنش يجتمع مع الصيام. نسأل الله العافية يدير دياليز، سأل الله العافية يدير الانسولين مثلا، بعض انواع المرض تيقول لي الطبيب انت ما يمكنش تصوم ابدا، لا في رمضان لا في شوال لا في الصيف لا في الشتاء، لا نهار طويل لا نهار قصير، هذاك يمكنش يصوم. اذا هذاك اذا يبني يجي رمضان وغادي يفطر احسن ليه يفدي، هذه مساله اختلف فيها العلماء، وانا اقول له يفدي باش يهني راسو من هذه المشاكل ديال اختلاف العلماء. وهذا ابني غادي يفدي صافي دار اللي عليه، يطعم عن كل يوم مسكينا دار اللي عليه، ما غاديش يصوم. وغيره من الناس كل واحد فطر، كان مريض واحد المرض افتح دار عمليه كان عنده شي حاجه فطر، ملي غادي يقدر يعاود يصوم يشافيه الله يقدر يصوم خصو يصوم. هنا قضيه، هذا الانسان كان مريض في رمضان وبقى مريض واحد الشهر 3 شهور من رمضان، ومن بعد شافاه الله وبقى 9 شهور، العام فيه 12 شهر، بقى 9 شهور وقادر يرد هذاك الشيء اللي فطروا، ما ردش حتى دخل عليه رمضان الاخر. هذا صار مطالبا بشيئين، مطالب بالقضاء ومطالب بالفديه. الفديه علاش؟ لانه فرط تهاون في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الذي بعده. الى بقى مريض العام كامل حتى دخل رمضان الاخر، جمعوا عليه جوج رمضانات بقى مريض، هذا غير يقضي، لا فديه عليه. الفديه مرتبطه بالتهاون، كان عنده واحد الوقت يقدر يقضي فيه وما قضاش، مفهوم؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت. أحب أن تذكرت شيئا، أحب أن أخاطب به التلاميذ والطلبة، ولا سيما تلاميذ البكالوريا، وهذه دابا امتحانات عندهم ما بقتش بعيدة بزاف، والقراية عندهم بزاف والتوجد بزاف، لا يمنعكم هذا من أن تشاركوا المسلمين في ثواب رمضان. القرايا قرأ ووجد واحفظ، ولكن ما تضيعش راسك، ما تقولش أنا ما نصليش تراوح هذا العام، رانا دابا عندي الباك وعندك الباك الله يعاونك عليه، وبالعكس أنت اللي محتاج قاعد تصلي، وأنت علاش؟ باش تطلب الله يسهل عليك. ويا معشر الآباء يعني حركوا أولادكم شوية، حركوهم العبادة، أنت أول المنتفعين، متي وخليتيه مولف يعبد، مولف يصلي التراويح، مولف يدعي سيدي ربي، أنت غادي يدعي معك من تموت، أنت أول المنتفعين. فما ما تقولوش لا أنا مشغول ولا عندي الباك ولا الامتحانات ولا ما عنديش الوقت ولا خاصني نسهر، إيه سهر لقرايتك وسهر التشويل سيدي ربي ليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا.
اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نيرة تقر به أعين الصالحين وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم وفقنا في رمضان لصيام وقيام ترضى به عنا. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك رضا لا تسخط علينا بعده أبد الآبدين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.